شيلنا عشان نعرف بنا بتاعنا. ما شيلنا عشان نفتي بنات نفتي بأفكار عشان نسردو عال بتاعنا زي كلاب وسادي المادي عال بتاعه يكون قاعدين وفي رجال عشان سلاح في بلد يجي زي بنات. كان يشوف العجوز ده وان ما يزال بيو وكان هو راجل ما يدوب دلب بتاعه زي ده يا سجمانين فردوكم ما نساوين بتاعكم ما حال بتاعكم قال في حاجة اسمة عوض تعاون بتاع شنو يعني رجال الكور يوم بلا مو كان جاب عونات ما جمع دبابات وما فردو فغنات بقى يدور كده شو الحال بتاعنا ده ما يجينا فيان انتو جلمة انتو جلمة العقاب دون سلاح يعود يجيو مو اللسان يعود يجيو هي هذا اللسان ده ما بيجيو هذا وبلد بلدك القاب قاب بتاع والبار دبار انت قابل شنو دكتور جاني يجيب لك شنو تاني ما انت زول بتاع غوريلا ما ممكن السلاح بتاع مع السلاح بتاع العدو يكون سوا ما نزل دا حكومة ومن دوم شيء بلد في شعب يعاجي لكن بتاعنا دا حكومة دا حكومة داري نظم على أنت أنت كن داري ندا لينا بجيبه لينا لينا بجيبه نجيبه كلا أسر أيه أسر